مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. اهلا بكم دكتور يحيى. بداية، اذا كانت الولايات المتحدة لم تنسحب فعلا من العراق وما زال لها وجود عسكري كبير، فلماذا اعلنت انها انسحبت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخي الكريم، الكل يعلم بان قرار مجلس الامن 1483 اعتبر الولايات المتحدة والدول التي شاركت معها في العدوان على العراق هي دول احتلال، فبالتالي هذا شكل عامل ضغطا كبيرا على هذه الدول. لماذا؟ لأن الدول التي تحت البلد هناك التزامات دولية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1948، فبالتالي هذه الأمور كلها كانت ثقيلة على الجانب الأمريكي. زائدا كان هناك ضغطا من داخل المجتمع الأمريكي، يعني استطلاعات الرأي في أمريكا مثل كثير من المراكز وجدوا أن هناك الرأي العام الأمريكي 75% مع سحب القوات من العراق. ثم أيضا هناك كان نوع من الضغط السياسي، يعني الكل يعلم أنه في 16 مايو 2006 الكونغرس الأمريكي أخذ قرارا غير ملزم لوضع حد أو جدول زمن لانسحاب القوات من العراق. قرر الكونغرس في عام 2007 في شهر آذار، في 27 آذار بالضبط، قرار 1591 الذي نادى بسحب القوات الأمريكية، وفي حينها اعترض جورج بوش على هذا القرار. حتى يعني عندما نأتي إلى هذا التتابع الزمني، باراك أوباما في حملته الانتخابية جزء من شعار الحملة الانتخابية سحب القوات من العراق، لأن هناك خسائر كبيرة حصلت لهذه القوات، لم تحقق أي هدفا استراتيجيا باعتراف كثير من القادة الأمريكيين وكثير من الخبراء العسكريين الأمريكان، يعني حتى منهم أنتوني كروتشمان، يعني قال أن هناك هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة في العراق. فبالتالي من أجل الهروب إلى الأمام صوروا، يعني لم تستطع كل الماكينة الإعلامية الأمريكية أن تحاول أن تغطي على حجم الخسائر وعلى حجم الدمار الذي حصل في العراق جراء هذا الاحتلال. لكن دكتور يحيى، وجدوا لها نوعا من الالتفاف القانوني أو الغطاء القانوني بشكل أو بآخر. الأمريكان وحكومة نور المالكي وقتها، طبعا بتوقيع الاتفاقية الأمنية الموقعة مع نور المالكي كغطاء قانوني للوجود العسكري الأمريكي، هل يعتد بهذا الاتفاق قانونيا من أجل بقاء وجودهم؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني هذه الاتفاقية الأمنية أو ما يسمونها بالاتفاقية الاستراتيجية هي جزء من تكبيل العراق والشعب العراقي بأمور كثيرة، لأنه في هذه الاتفاقية توجد ملاحق سرية إلى الآن لم يطلع لا الشعب العراقي ولا العالم يطلع على ما ورد في هذه الملاحق السرية. تعطي امتيازات كثيرة للقوات الاحتلال، تعطي يعني أمور كثيرة لهذه القوات، وهي يعني بهذه الاتفاقية هي ما وافقت الحكومة، لأنها هذه الاتفاقية تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية حاملة لهذه الطبقة السياسية الموجودة. أما هل تمثل إرادة للشعب العراقي؟ بالتأكيد لا. الاتفاقية الأمنية هذه كرست الاحتلال ولكن بتكاليف أقل، لأن الحكومة العراقية ستتحمل تكاليف بموجب هذه الاتفاقية الأمنية، وفي ذات الوقت وضع غطاء قانوني لجرائم الاحتلال الأمريكي في العراق. طيب دكتور، في بيان هيئة علماء المسلمين اتهمتم الولايات المتحدة بتسليم الملف العراقي إلى إيران، ما مبررات أن تسلم الولايات المتحدة العراق إلى إيران؟ بالتأكيد أخي الكريم، أمريكا بعد أن نظرت ورأت حجم الخسائر الهائلة، يعني الإحصائيات تقول أنه عدد القتلى أعداد كبيرة جدا، أعداد الجرحى، هذا في الجانب الأمريكي. زائدا كثير من التقارير الاقتصادية الأمريكية تشير إلى أن خسائر لغاية 2008 أكثر من 3 تريليون دولار. فبالتالي هذا الحجم الكبير من الخسائر أدى إلى تسليم جزء من الملف إلى قوات أخرى تكون شريكة بين قوسين في عملية الاحتلال للعراق، فسلم إلى إيران على اعتبار شريك استراتيجي للمنطقة كما كانوا شركاء في الحرب على أفغانستان. طيب، هل يمكن القول أن ال15 عاما التي مضت كانت كفيلة بمحو الغزو الأمريكي أو فكرة الغزو الأمريكي للعراق، بحيث أن العلاقات اليوم بين البلدين وبين العراق أقصد والولايات المتحدة هي علاقة بين دولتين أو علاقة الند للند برأيك؟ لا، بالتأكيد أخي الكريم، لا يعني لا يوجد أي عاقل أو أي مراقب سياسي
يرى انه هذه النديه موجوده في هذه العلاقات او هناك علاقات متبادله ومستوى التمثيل متكافئ، ابدا تابع ومتبوع، او بالعكس من ذلك انه الطبقه السياسيه الموجوده هي مجرد خادم لمشروع امريكي ايراني لتنفيذ هذه الاجنده على ارض العراق. الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.